السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من قناة الغية. معاكم أخوكم عماد حمدي. في البداية طبعا بحب أتأسف لكم على التعليقات الكتير اللي مش قادر أرد عليها لضيق الوقت، سامحوني هرد عليها كلها، مش هسيب تعليق إن شاء الله. النهاردة عندنا موضوع مهم، وهو لو عندك دفعتين زغاليل فيهم واحدة كبرت شوية واحدة صغيرة، وعايز تطيرهم أو تدشرهم هما الاتنين في نفس الوقت ومن مكان محكوم زي البلكونة ومن عين واحدة أو مصطبة واحدة، تعمل ايه؟ الكلام مهم جدا. الفيديو ده انا مصوره ساعة لربع 46 دقيقة، ان شاء الله هحاول اختصره في 10 دقايق يعني بالكتير. المهم اول حاجة بتطلع الدفعة الكبيرة الاكبر سنا، في دفعة بتبقى اكبر سنا بتطلعها الاول زي ما انتوا شايفين. طبعا انا برجع الزغليل الصغيرة، اهي كانت عايزة تطلع. ليه؟ لو الزغليل الصغيرة طلعت مع الكبيرة حتى لو كانت بتطير، حتى لو كانت بتطير الزغليل الكبيرة هتمطرها بعيد. علشان كده هنطلع الكبار الاول لوحدهم علشان التانيين ما يتنطروش، يعني زي ما قلنا حتى لو كانوا بيطيروا بس لسه في بداية الطيران ممكن يبعدوا بعيد مع دول فما يعرفوش يرجعوا، ممكن دول يروحوا يركنوا في حتة بعيدة التانيين ما يعرفوش يرجعوا وهكذا، فخبرته لسه صغيرة او قليلة وجناحه لسه ضعيف. يعني دول بيلفوا الدنيا مثلا طيران، التاني ما يستحملش يطير معاهم الطيران ده كله، فيحصل ايه؟ هيحتاج يركن في اي حتة، مش شرط تعب او ضعف جناح لكن خوف. علشان كده هنطلع الكبار الاول زي ما انتوا شايفين. القلش طبعا تعبهم بما ان هما دخلوا في القلش متأخرين، حبسنا الصغيرين. طب انا بطلعهم ليه؟ بطلعهم لازم علشان يفكوا جناحهم وتشمسوا ويطيروا ويتزبطوا واللياقة البدنية بتاعتهم ما تقلش. طيب طب والقلش مش المفروض يرتاحوا؟ انا فعلا بريحهم، يعني ممكن اطيرهم يوم وريحهم 3 4 ايام، زائد ان انا بطيرهم مش بنشهم، يعني ما بقعدش مثبتهم في الجو، لا براحتهم لو هيطيروا دقيقه لو مش هيطيروا، بس المهم زي ما انتم شايفين بيتهووا. الحمام له حاله نفسيه زي البني ادم، لو حالته النفسيه تعبت عندك مش هتاخد منه اي فايده. زي ما انتم شايفين هم طلعوا على طول، تعالوا نطلع نشوفهم يعملوا ايه فوق. طبعا كالعاده لازم بيقفوا فوق السطح فوق السلاكه على طول، زي ما اتفقنا ده مش مركن، يعني ده هم زي واحد على ظهر العشه بتاعته او الغيه. الزغاليل دي ان شاء الله بعد القلش تهشها براحتك ما تخافش عليها، ودلوقتي الواحد يهشهم براحته، بس بما ان هم لسه بيقلشوا فالواحد بيبقى ايه مش عايز يضغط عليهم، لكن هم كده كبروا بعد القلش ده ما تقولش عليهم زغاليل، بقى تقول شبابات تقول حمام مش مشكله. هنجري الصورة شوية طبعا علشان برضو الوقت، لان انا زي ما قلت لكم بحاول اختصره يعني على قد ما اقدر. زي ما انتم شايفين اهم حاجة يقفوا براحتهم، تشمسوا براحتهم، يطلعوا ينزلوا. تمام هم طاروا على طول زي الفل. طبعا هم بيطيروا وبيختفوا من الواحد، يعني انا ساعات مش بقدر اشوفهم. شايفين رايحين هيركنوا بس ما ركنوش الحمد لله. طبعا الحمام مع الوقت، يعني دلوقتي هم في القلش حتى لو ركنوا مش مشكلة، وده مركن طبيعي ليهم لان هم مكان عالي وفي الوش، وده تدريب يومي، لكن بعد كده في الرمي هو اللي هيختلف الامور. طبعا هتتابعوا معانا وهتشوفوا الكلام ده كله ان شاء الله. التدريب اليومي دوت هو اللي هيخليهم في الرمي يبقوا كويسين، هيبقى مستواهم مرتفع لان هم طاروا كتير على ارتفاعات، فبيشوف حاسة الحمام الزاجل سواء في الشم او في النظر، البوصلة اللي ربنا خلقها له بتشتغل وبتنشط، كل ما بيلف في المكان بيشوف معالم اكتر من مسافات ابعد، وبيشم ريحة الجو والدنيا حواليه، فمن هنا بيبدا يحفظ المكان. تمام يعني مش تطيره يومين ثلاثه وتقول اروح ارميه، لا لازم ياخد راحته ويحفظ المكان براحته. اهم حاجه يا جماعه في ايام القلش دوت والزغاليل ادوهم اعشاب طبيعيه، يعني مره معلقه شاي على 2 لتر ميه، مره ينسون تسيبه من اول الصبح لحد بالليل من غير غلي ولا حاجه في الميه بتاعت الحمام، وتقوم مديهوله اخر النهار زي ما انتم شايفين ركنوا. حلو اعمل انا ايه في الوقت دوت؟ اروح افتح للصغيرين. كده الكبار راحوا مكانهم وركنوا، لو الصغيرين راحوا معاهم كان زمانهم هناك دلوقتي، ممكن ما قدروش يعرفوا يرجعوا لان هم مش حافظين لسه، يعني ما طاروش ولا مره، يا دوب طلعوا فوق السطح ونزلوا، فما ينفعش يروحوا اخر الدنيا. المهم هم طلعوا الزغلولين ومعاهم زغلولين تانيين صغيرين، دول يعني ايه مش هنطيرهم، مش يعني مش هينفعوا يطيروا معاهم، بس مثبتينهم لان الزغلول كل ما كان عدده اكتر كل ما كان احسن في المكان، مش اكتر بزياده طبعا هيبقى فيه هيبقى وحش.
يعني عدده يبقى معاه زغليل تاني ما يبقاش لوحده. لازم معاملة الزغلول في البداية زي طفل صغير، بتراعيه بزيادة في أكل في شرب في مية، وخلي بالك التدريب الصحي بالمواعيد في مواعيد الأكل والشرب دوت زي ما انت شايف. طلع الكلفة، يعني لازم الكلفة الناعمة للزغلول، علشان انت ساعات بتفكر ان هو كل هو يكون ما كلش، خلي بالك من النقطة دي، يقعد بالجوع وبيضعف. طبعا اول واحد طلع على السور، التاني صغير شوية لكن بيطلع، والصغير طلع فوق السطح برضه قبل كده لكنه أضعف. طبعا هو واقف بيحفظ بيهوي، أنا مش قلقان عليه يعني الحمد لله. بصوا التاني أهو، التاني طلع برضه، التاني صغير شوية لكن زي ما بقول لكم الزغلول الخفيف كويس. وزي لما قلت لكم ساعة الزغلول اللي فات الموضوع، أما تكون أنت بتفرخ يعني درجة الخوف بتقل شوية، لأن إن شاء الله ربنا هيكرمك وتفرخ غيره حتى لو حصل حاجة. فدي حاجة حلوة ان انت مش كل شوية تروح تشتري، لازم تفرخ عشان تطير. طبعا هم واقفين براحتهم زي ما انتوا شايفين، بيهو وبيطير كده زي واحد بياخد غطس في البحر ويطلع برضه براحتهم، مفيش مشاكل. اهم حاجة في اللحظة دي محدش يخوفهم علشان الزغلول ما تنترش، لو راح على بيت بعيد ممكن ما يعرفش يرجع. فعلشان كده دايما بنحذر من حكاية ان الزغلول يتنتر او يخاف، خصوصا وهو صغير. طبعا الزغلول طلع فوق الاولاني، وادي التاني عايز يطلع، بصوا عامل ازاي. يعني في زغلول عندي في لقطه زي كده وقع في الشارع بس كان تقيل، لكن ده بصوا ما شاء الله خفيف والنازله مظبوطه برضه، بس هو ما قدرش يطلع ليه؟ لانه خايف. يعني طلع المره اللي فاتت من يومين طلع لوحده، بس هو الخوف هو اللي بيضيع الزغاليل، علشان كده بنقول خلي بالكم منهم لان هم خايفين، حتى لو كانوا شداد بس خايفين. شوفوا التاني نزل بسرعه، الدنيا بالنسبه له لسه المعالم مش واضحه، فلازم ما يقدرش يقعد كتير بعيد. فانت ما تضطرهوش انه يقعد بعيد، بالعكس انت خليه قاعد في المكان، حببه في المكان، هتحتاج الكلام ده بعدين. اهم حاجة يبقى هو مكانه مظبوط، يهوى براحته، ما اقولهوش هش، ما استعجلش، على الاستعجال بيضيع كل حاجة. وادي الزغلول التاني طبعا طلع معاه، فهيفضل شغلهم كده النهار كله، يطلع وينزل. المرحلة دي الزغلول بيبقى خايف قوي، عشان كده انا بكرر الكلام كتير، بيبقى خايف جدا، فما تخلوش يخاف من المكان عشان ما ترجعش تشتكي انه بيركن كتير بره. الحمام ممكن يركن شويه 5 دقايق 10 دقايق، لكن اليوم كله ده بقى فيه مشكله في المكان. طبعا التانيين قاموا زي ما انتم شايفين، هم بيركنوا 5 دقايق 10 دقايق وبتلاقيهم قاموا على طول. ان شاء الله طبعا لما نبدا الرمي مش هتلاقي الكلام ده خالص، مفيش حاجه اسمها يركنوا خالص. زي ما انتوا شايفين دول بيلفوا، دول واقفين، واقفين برضه بيشوفوا الدنيا فيها ايه. كده انت طيرت دفعتين ودشرتهم وزبطتهم في نفس الوقت. بص عايزين نركنوا ما ركنوش، بيبقى فيه دايما فرد مثلا مستواه اقل فبيروح يركن فبياخد الباقيين معاه، هي دي مشكلة الحمام. لكن لو التاني اللي طاير بتبقى بالشخصية شخصيته اقوى، هيسحب التاني معاه. فخلوا بالكم لو طلعتوا الزغاليل الصغيره مع الكبيره كان ممكن تتنتر، فكده دي افضل طريقه، خصوصا لما بتكون في بلكونه وقدامك مركن زي كده. لازم تعامل الحمام بالعقل والحكمه، دايما تبص على ظروف مكانك وظروف حمامك. حتى لو انا بقول لك على حاجه لازم انت تستخدم تفكيرك في الحاجه ديت، لان دي كلها تجارب شخصية احنا بنعرضها على الناس علشان الناس تستفاد، مفيش حاجة صح وحاجة غلط، دي تجارب شخصية. بيفرق نوع الحمام، بيفرق المكان، بيفرق المربي، مربي الحمام، كل حاجة بتفرق طبعا. زي ما انتوا شايفين المستوى بتاعهم طبعا كده الحمام فورمته بتعلى، على بال ان شاء الله ما يخلص قلش بتلاقي مستواه مرتفع. دول طبعا واقفين اهو، ما تستعجلش عليهم، ما تقولش هشهم معاهم، لا براحتهم، ممكن بعد يوم بعد اتنين بعد 10 براحتهم، وقت ما هيقدروا يطلعوا هيطلعوا معاهم. طبعا احنا هنمشي مع بعض ان شاء الله بالتدريج لحد ما التنين يطيروا مع دول، وبعد كده ناخدهم نرميهم باذن الله. طبعا الحمام ساعات بيختفي مع البعد بتاعه، يعني بيطلع مسافة بعيدة،
حتى بيضيع مني، ما بعرفش اشوفه لا بكاميرا ولا بعيني كده. انا عامل الزوم عشان اشوفه برضه، يعني زي ما انتم شايفين المسافة بعيدة شوية. طبعا طاروا فردين وفرد واقف. انا عارف الفرد ده اللي القلش تعبه، اللي تلاقي ريشه مبهدل، ده اكتر فرد هو اللي بيخليهم يركنوا. لكن زي ما اتفقنا اهو طار معاهم تاني اهو، زي ما اتفقنا ان شاء الله بعد القلش الكلام ده كله هيتغير. دول واقفين ودول طايرين زي ما انتوا شايفين كده. كل ده يا جماعة قبل الظهر، كل ده قبل الظهر. ان شاء الله على الظهر نكون محبسين كله بإذن الله، عشان مفيش حاجة اسمها الحمام بيقعد بره النهار كله، مفيش الكلام ده. شايفين الحمام مسافاته عاملة ازاي؟ المهم الحمام بعد ما يبذل المجهود دوت طبعا في الطيران، لازم لما يرجع طبعا بعد ما يرتاح لازم الكلفة والمية ما تستناش. يعني هو رجع الظهر ما تستناش لحد المغرب مثلا، لا، لو استنيت لحد المغرب يوم ورا التاني هو هيحفظ الميعاد، ممكن يركن بره يجيلك على المغرب. لكن انت هو رجع بتكافئه بالمية وبالاكل. طبعا بالنهار بتديله كلفة خفيفة، كلفة ناعمة اقل من اللي يكفيه، بس اللي هو اسمه ايه، اسمه اكل حاجة، والكلفة التقيلة اخر النهار عشان تضمن انه يجيلك في نفس الميعاد وما يأخرش. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الطيران بتاعهم عامل ازاي. المية بتاعت الحمام يا جماعة شيء مهم جدا ومفيد، عشان الحمام اللي بيركن المية النظيفة، المية باستمرار، وتتأكد ان الحمام مش تعبان طبعا، ده اهم حاجة. الفيديو طول النهاردة شوية معلش، عشان الحمام طاير زي ما انتوا شايفين، وانا عايز اوريه لكم في الطيران الطبيعي بتاعه، مع اني اختصرت كتير طبعا. شوفوا بيجي ان هو عايز يركن وبيعدر المركن. زي ما اتفقنا الحمام ده ريحه يومين ثلاثة وممكن أربعة، وبعد كده إن شاء الله أطيره. لو أنت فتحت الحمام في بلكونة كل يوم أو سبته مفتوح كده هيبقى زي الحمام البلدي، مش هيطير، هيزهد في الطيران، هيقعد يتنقل من مكان لمكان بس. لكن طيران زي ما أنت شايف مش هيطير، عشان يطير زي كده لازم تقفله يومين ثلاثة وبعد كده تطيره، وتعوده إن هو يرجع يخش على المكان بتاعه. لكن سايب في السايب كده هيبقى حمام بلدي، ما تستناش انه يلف حتى لفة بعد كده. دول طبعا لسه زي ما هم واقفين اهو، حطيت لهم انا كلفة دول خفيفة ناعمة، علشان طبعا الزغاليل الصغيرة دي تاكل، ما ينفعش تقعد النهار كله من غير اكل. في واحد منهم اللي هو الصغير نزل كل، الكبير ما نزلش، هيفرق معانا بعد شوية، هوريكم طبعا دلوقتي لما الحمام الكبير ينزل. قد الحمام الكبير نازل اهوت زي ما انتوا شايفين، والزغلول طار فوق اهو. دلوقتي هم هيتقابلوا مع بعض، لكن مفيش مشكله لان الكبير ما خلص طيرانه جاي مش هيطير تاني، فالصغير ما تخافش عليه. خلاص كده هم بيتقابلوا في نقطه، ما تخوفش. لما يجوا زي كده لازم يتحبسوا، لو ما تحبسوش يبقى ما ياكلوش ابدا، لان هما لو كلوا وما تحبسوش ممكن يباتوا بره. هو الحمام كده، زائد ان انت عايز تحببه في مكانه، ان هو اول ما بيجي يخش مكانه يلاقي الاكل والميه وخلاص خلص اليوم بالنسبه له، فلازم يتحبس دلوقتي على طول لازم. انا هقرب منه بس هو ما بيخافش، يعني هو ده الزغلول اللي بيسحبه مع الركن طبعا، شايفينه القلش مبهدله. طبعا كل يوم الصبح بتلاقي البلكونه مليانه ريش من الكلام ده كله. طيب هنجرب الصوره كده شويه، اهم نزلوا. بصوا اول ما نزلوا، نزلوا على الميه. طيب تمام، يلا كده حنبسناهم خلاص، كله اتحبس ما عدا ايه بقى، كله اتحبس ما عدا الزغلولين. ماشي، بعد شويه نزل الزغلول اللي ما كانش واكل خالص، فطبعا زي ما انتوا شايفين حبسناه برضو علشان يخش ياكل بقى معاهم وخلاص كفايه كده. فضل مين؟ الزغلول اللي كان واكل.
هو جه بعد شويه بس شفته الزغلول لما بياكل قبل ما يطير او وهو طاير مش هينفع، مش هيجي تاني او هيتاخر بره. لكن بصوا كده اهو رجع. طبعا اهم حاجه زي ما انتم شايفين الزغلول مش بيخاف، تقرب منه وتمسكه وتحبسه. طيب الزغلول الصغيره ليه ما سبتهاش النهار كله؟ عشان ما تتعودش على القعده برده النهار كله، واخر النهار ممكن تتنتر، لكن تتعود ان هي بتطلع ساعتين وترجع. اما يكبروا هيتعودوا على نفس السيستم، مش هيبقى ان النهار كله واقفين بره، هيتعودوا على اللقطه دي. تحياتي لكم جميعا، اخوكم عماد حمدي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.